أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه بالدور الكبير الذي لعبته الشركات الراعية والمساهمة في دعم إقامة أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي، مشيدا سموه بالجهود المتميزة التي بذلها رؤساء اللجان العاملة وجميع أعضاء ومنتسبي اللجان من أجل تهيئة الظروف المثالية لإبراز ونجاح هذا التجمع الرياضي، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين استطاعت أن تسجل نجاحا جديدا من خلال فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها عبر استضافة وتنظيم مختلف البطولات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مكانتها المرموقة على صعيد الرياضة العالمية، مثنيا سموه في الوقت ذاته على الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية برئاسة السيد محمد علي قنبر في الإعداد والتحضير لإقامة هذا الحدث وإظهاره في أبهى حلة. هذا وأناب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال 2019، أناب سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، عضو اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال 2019، لحضور حفل تكريم الشركات الراعية والمساهمة ورؤساء اللجان لأسبوع بريف الدولي للقتال. وكان أسبوع بريف الدولي للقتال هذا العام قد أسدل الستار على فعالياته يوم السبت الماضي، والذي يقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والذي نظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، والذي تضمن إقامة منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة والنسخة 29 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين والنسخة الأولى من بطولة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة العالمية للوزن المفتوح.